تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ودائما صباح التفاؤل وصباح السعادة، ونتمنى لكم إن شاء الله يوم مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعين الأفاضل، الشعور بالسعادة والتفاؤل يعكس دائما آثار إيجابية على صحتكم. أرحب بكم مستمعين الأفاضل في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وأيضا عبر أثير إذاعة نور دبي. رحب بفريق العمل معي اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. ومن خلال برنامج صحة وسعادة نرحب دائما بتواصلكم مستمعين الكرام ومشاركاتكم على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل لا نستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم دائما نحب نذكركم بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وعلينا دائما الالتزام بهاي الإجراءات الوقائية، ومنها طبعا الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، ولبس الكمامة وغسل اليدين بشكل مستمر. ونستعرض فقرات برنامجنا هذا اليوم. اليوم خبر محلي، الأخبار المحلية والعالمية. أول خبر تحت عنوان اضطراب في النوم قد يكون السبب في المعاناة من صرير الأسنان، وخبر آخر 4 طرق للاستيقاظ جيدا دون الحاجة إلى القهوة، وآخر خبر تحت عنوان كيف يؤثر الإجهاد أثناء الحمل على دماغ الطفل. وفقرة السوشيال ميديا دائما مستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي. وفقرة خدمات الهيئة اليوم تحت عنوان الرأي الطبي الثاني، ومصطلحنا الطبي لهذا اليوم تحت عنوان ورم خبيث. فقرة التغذية، فوائد الزعتر الصحي، وآخر فقرة من فقرات برنامجنا هذا اليوم فقرة صحة المرأة الحمل خارج الرحم. هاي كلها فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا الأفاضل، ونرحب دائما بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وخلونا ناخذ أول خبر تحت عنوان اضطراب في النوم قد يكون السبب في المعاناة من صرير الأسنان، أو عندنا أيضا يعني ممكن يكون احتكاك الأسنان أو الاحتكاك بشدة. طبعا الكثير من الناس يواجه الحقيقة مشكلة احتكاك الأسنان أو صرير الأسنان أثناء النوم، والتي لم يتمكن المجتمع العلمي من تحديد أسبابها بالكامل، إلا أن يرجح بأنها نتيجة مزيج من العوامل الجسدية، أو قد تكون في كثير من الأحوال أو كثير من الأوقات العوامل النفسية وأيضا الوراثية. وأوضحت مؤسسة مايو كلينيك أن الاحتكاك أو صرير الأسنان هو حالة تنطوي على طحن أسنانك أو صريرها دون وعي، سواء عند اليقظة أو حتى أثناء النوم. وتم تصنيف طبعا هاي المشكلة على أن اضطراب حركي مرتبط بالنوم، ومن المرجح أن يصيب أولئك الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم المعروف باسم انقطاع التنفس النومي. فهذا خبرنا لهذا اليوم مستمعينا الأفاضل. وخلنا ناخذ فقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله، عليكم وعلى كل متابعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك إن شاء الله بالنور والسعادة. وشو بتخبرينا اليوم أختي أسماء عن مستجدات السوشيال ميديا؟
من ضمن الأشياء اللي نحن ما زلنا يعني نعرض الابتكارات الجديدة والبرامج النظم الجديدة اللي تعرضها هيئة الصحة بدبي في معرض جويسكس للتكنولوجيا 2020. من ضمنها البرامج الأنظمة اللي تستخدم في تدريب وصقل مواهب الأطباء والأطباء الإقامة. أيضا من ضمن الأشياء نحن هذا الشهر مركزين على الأشخاص أصحاب الهمم والخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة والأشياء اللي تقدمها هيئة الصحة. من ضمن الأشياء كنا حاطين بعض الأرقام الخاصة بالبرامج المقدمة لأصحاب الهمم في هيئة الصحة المنزلية هيئة الصحة بدبي. تقريبا أكثر من 15,000 زيارة منزلية كانت أصحاب الهمم عندنا نحن في هيئة الصحة 13 مبادرة مجتمعية لهم وأكثر من 700 خدمة تأهيل. من ضمن الأرقام أكثر ممكن يحصلها في حساباتنا. أيضا ضمن الجو الحين قاعد يعني يصير حلو والأجواء تكون جميلة نحن واليوم عادي تطلع يعني تكسر برا، نتمنى من الجميع أخذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية خصوصا لما يعني طلع تكون من أكثر من بيت يعني صحيح. الحفاظ على التباعد الاجتماعي مهم، شوي الأحضان والسلام الحار هذا شوي أجله إن شاء الله بعد انقضاء جائحة كورونا. أهم شيء التباعد، ولأن الحين ساعات تشوف ناس تلاصق اجتماعي عندهم بعد ما وصلنا هالمرحلة، فنتمنى من الجميع أخذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية المهمة. أيضا نحن يعني نشجع الجميع إذا أخذ الحصول على مواعيد الخاصة بلقاح الإنفلونزا الموسمية وفحص الـ PCR من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي اللي ممكن من خلاله يعني يطلع لهم أقرب مركز لهم لهذه الخدمات. أيضا في ختام المداخلة مثلا من الجميع أخذ الحيط وحطه والإحرازات الإجراءات الإحرازية، وأيضا يتابعون قنوات التواصل الاجتماعي يوميا نحن نحط النصائح اللي تفيدهم سواء إذا كانوا رايحين للمولات الحدائق المطاعم، فدائما نحط لهم النصائح اللي راح تفيدهم ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بالصحة والسعادة أختي أسماء الجناحي، كل الشكر والتقدير لك ويعطيك ألف عافية. مستمعينا الأفاضل، مثل ما ذكرت الأخت أسماء الجناحي بأن بإمكانكم بما يخص موضوع الفحص PCR يعني تستفيدون من تطبيق هيئة الصحة بدبي. وأما بخصوص موضوع الفحوصات الفحص فيروس كورونا، أيضا هيئة الصحة بدبي توفر هاي الفحوصات في مراكز التسوق بإمارة دبي، مول الإمارات ومردف سيتي سنتر وأيضا سيتي سنتر ديرة. بإمكانكم المعرفة أو معرفة المزيد من هاي أو المعلومات عن هاي الخدمة المميزة اللي توفر هيئة الصحة بدبي، بإمكانكم التواصل على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 800-342 للمزيد من المعلومات. وطبعا هاي الفحوصات اللي تم عملها في مراكز التسوق بدون موعد، ولكن إذا تحبون تعرفون أكثر معلومات يمكنكم التواصل على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي. مستمعين الأفاضل، قبل لا ناخذ الفاصل، اليوم عندنا فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي الحقيقة تحت عنوان الرأي الطبي الثاني، من المواضيع المهمة اللي اليوم بنستوضح فيها الكثير من الجوانب مع الأستاذ محمد عيسى المهيري، وهو مدير إدارة السياحة الصحية في قطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي. طبعا بنعرف أكثر عن موضوع الرأي الطبي الثاني. بناخذ وياكم فاصل، وبعد الفاصل وطبعا دائما نقول خلكم مع الصحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم ونرحب بمشاركاتكم معنا في البرنامج على الأرقام 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006.
وناخذ فقرتنا لهذا اليوم فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي وتحت عنوان الرأي الطبي الثاني. طبعا مستمعين الأعزاء الموضوع اليوم مهم. الرأي الطبي الثاني دائما جانب مهم أن الإنسان إذا يعني لجأ عن طبيب معين لعمل عملية معينة أو لعلاج في شيء معين يأخذ التشخيص، ولكن دائما أيضا هو من حقه أن يستشير طبيب آخر وأيضا يأخذ رأي آخر فقط للتأكيد. طبعا هيئة الصحة بدبي وفرت هاي الخدمة، الحقيقة خدمة جميلة جدا. وأيضا الجميل في الموضوع أنه ممكن خلال 48 ساعة أن الشخص يحصل على الرأي الطبي الثاني. بنتعرف على الخدمة هاي بشكل أوضح وبنحاور أخونا الأستاذ محمد عيسى المهيري، مدير إدارة السياحة الصحية في قطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي. الأستاذ محمد صبحك الله بالخير والنور والعافية. حكم الله بالنور والسرور والعافية، كيف حالكم؟ الله يسلمك يا أخوي محمد. الحقيقة يعني اليوم موضوعنا جميل ومهم، يعني دائما لو تلاحظ أخوي محمد طبعا احنا مش تقليل للطبيب الاول، ولكن للاطمئنان اكثر دائما الواحد يحب انه ياخذ راي طبي اخر. طبعا انتم اليوم وفرتوا ما شاء الله يعني خدمه جميله، وايضا خدمه الكترونيه بامكان الشخص انه يعني يحصل على الراي الطبي اخر، ويعني وقت الحقيقه ايضا جميل جدا خلال 48 ساعه. نحن طبعا اخوي محمد بنتكلم عن هاي الموضوع اكثر، ولكن حابين في البدايه تحدثنا عن السياحة الصحية في إمارة دبي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية الواحد يعني ينظر إلى رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نعم، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أن دبي دائما تكون الرقم واحد. صح. وهذه مساعينا اليوم. دبي وجهة عالمية لريادة الأعمال والسياحة، فالبنية التحتية موجودة في أن نحن نطور منها ونروج ونحدث الخدمات الصحية اللي موجودة عندنا في إمارة دبي. عدد الزوار اللي يزورون دبي بشكل سنوي يعني كل ما رياها ولله الحمد ترتفع في أعداد الزوار اللي تيها. صحيح. قبل الأزمة دبي كانت الرابعة عالميا، استقطبت 16.6 مليون زائر كمدينة، فالطلب موجود والبنية التحتية موجودة. كل اللي علينا نحن اليوم نروج لهذه الخدمات اللي يعني تفوق متطلبات الناس، لابد أن نقدم لهم شيء عالي المستوى. اليوم مع الأزمة اللي حاصلة تشوف أن الناس صعب عليها تسافر. صحيح. ولكن للعلاج على سبيل المثال بياخذ الواحد مساعي في أنه يسافر لبلدة معينة للعلاج. ففكرة أو خدمة الرأي الطبي الثاني تندرج تحتها. صحيح. اليوم الناس ما تسافر لغرض الاستمتاع، بتسافر للضرورة. فخدمة الرأي الطبي الثاني أو برنامج الرأي الطبي الثاني يقع ضمن تجربة دبي الصحية، واللي هو هدفه في تلبية احتياجات المرضى القادمين للعلاج في إمارة دبي. صحيح. وتمكينهم من الحصول على أفضل الخبرات والاستشارات الطبية المتعلقة بحالتهم المرضية، بالإضافة إلى تزويدهم بطريقة سهلة وفعالة للحصول على رأي طبي ثاني غير متحيز ورؤية واضحة حول حالتهم المرضية من خلال مراجعة التقارير الطبية والتحقق من التشخيص الطبي وطرح خطط العلاج. وطبعا يعني نرغب فيها بعد التكلفة الإنسان قبل ما يسافر لأي بلدة أو قبل ما يبادر في العلاج لابد أن يعرف كم بتكون تكلفة العلاج. نعم. وعندنا 7 تخصصات في الرأي الطبي الثاني قابلة للزيادة إن شاء الله في المستقبل في يعني مساعينا لتطوير هذه الخدمة. اليوم عندنا العظام، أمراض الإنشاء، أمراض المسالك البولية، الأعصاب، علاجات الأخصاب، القلب والأورام. نعم.
أخوي محمد، أنت ذكرت بأن ذكرت جانب الحقيقة مهم جدا، بأن في الوضع الحالي يمكن في بعض الاشتراطات وبعض الصعوبات في السفر، ولكن البرنامج هذا بعد أيضا الشخص ممكن يعني في حالة إذا كان خارج الدولة ممكن إنه يقدم تقارير الطبية ويقدم الأوراق المطلوبة، وأيضا ممكن يستفيد من الخدمة هاي، يعني مو بشرط إنه هو يكون موجود في البلاد، أيا كان أي مكان كان في العالم ممكن إنه يستفيد من هذا البرنامج. نعم صحيح، وهي الفكرة أن تعطي المريض هذا اللي بيجيك في بلد يعني مرحباني وترحب بالجميع اليوم. صحيح. يعني دولة الإمارات ولله الحمد يعني من الدول القليلة اللي يعني فتحت للناس كلها في أنها تقدر تزورنا وتكمل علاجها أو سياحتها أو على سبيل المثال أعمالها. في وايد دول عليها حظر، ما تقدر تسير، ما تقدر تكمل علاجك. فهذا البرنامج يعني مثل داعم لفكرة المريض هذا اللي يحتاج العلاج ولا بد أن يسافر يشوف شو الأشياء اللي متوفرة في مدينة دبي. صحيح. عبر أعضاء تجربة دبي الصحية. نعم، وأنت ذكرت أخوي محمد بأن يعني وجود البنية التحتية في إمارة دبي، إحنا يعني طبعا الجانب السياحي والجانب الاقتصادي والجانب الجوانب كثيرة، وإذا تحدثنا عن البنية التحتية لإمارة دبي من الجانب السياحي، طبعا اليوم جميع المنشآت الصحية في إمارة دبي والمستشفيات هناك طبعا تخصصات، وهناك أيضا يعني معايير عالمية تعمل عليها هاي المؤسسات الصحية في إمارة دبي، و كل المستشفيات اليوم في هيئة الصحة بدبي معتمدة من جهات عالمية، فهذا أيضا يعتبر جانب قوي جدا بأن يعني يتم العمل على موضوع السياحة العلاجية في إمارة دبي. نعم صحيح. صح. أخي محمد، لو نتحدث معك عن الفئات اللي يعني تستفيد من هاي الخدمة. هي هذه الخدمة خصصت للسواح الصحي اللي يبغون يجون زي ويتعالجون. نعم. ولكن هذه الخدمة مفتوحة، يعني أنا أتوقع أعضاء تجربة دبي الصحية من القطاع الطبي الخاص اللي موجود عندنا في مدينة دبي ما أتوقع يرفض طلب مريض زين مقدم طلب ويحتاج العلاج ويبغي رأي طبي ثاني، لأن هذه بعد فرصة للمستشفى نفسه في أنه يعني يزيد عدد المرضى اللي عنده. صحيح. أخوي محمد، أنت تحدثت عن الأعضاء، أعضاء تجربة دبي الصحية، لو تعرفنا أكثر يعتبرون يعني شركاء معاكم في هذا البرنامج، وكيف آلية العمل مع أعضاء تجربة دبي الصحية في هذا الموضوع؟ أعضاء تجربة دبي الصحية هو القطاع الطبي الخاص في إمارة دبي، وعندنا بعض العيادات الحكومية والمستشفيات بعد من ضمنها. نعم. اللي هي تقدم الخدمة. أما الشركاء اللي هم المساعدين، يعني اليوم نحن عندنا 70 فوق 70 عضو في تجربة دبي الصحية كمقدمين للخدمة، وشركاء أنا بيكونون الشركات السياحية على سبيل المثال طيران الإمارات، فلاي دبي، الفنادق اللي موجودة في إمارة دبي. صحيح. عرفت يعني الأشياء المكملة لرحلة المسافر هذا. نعم طبعا أخوي محمد، أكيد يعني برنامج مثل هذا البرنامج الرأي الطبي الثاني، وطبعا التطور في مجال الصحة تطور سريع، فأكيد هناك يعني لكم خطط مستقبلية والتوجيه لهذا الموضوع، لو تحدثنا خلال آخر دقيقة. يعني في مساعينا في إدارة السياحة الصحية أن نعزز مساهمتنا في ترسيخ عيادة دبي كوجهة عالمية مفضلة للسياحة الصحية. نعم. مركز رائد في توفير أجود مرافق الرعاية الصحية المعتمدة. طبعا الخدمة هذه اللي نحن نقدمها دائما بيكون لها مثل الأشياء الإضافية اللي ممكن نقدمها بعدين، وخطط مستقبلية في تطوير الخدمة هذه. يعني على سبيل المثال في الرأي الطبي الثاني ممكن بالترويج عنها بالطريقة الصحيحة ممكن أن نحن نزيد عدد التخصصات اللي موجودة على حسب طلب السوق على سبيل المثال. صحيح. واليوم عملنا إن شاء الله في أن نحن
نروج لهذه الخدمة ونوصلها لأكثر عدد من الناس. أيضا أخوي محمد، يعني الجانب اللي أنت تطرقت له في البداية أن في كثير من الأماكن أو المؤسسات مرات يعني يتم التأخير في الرد على الرأي الثاني، ولكن ضمن برنامجكم ما شاء الله خلال 48 ساعة معناته أن في أيضا يعني جانب يعني مهم جدا أن الشخص يحصل على الرأي الطبي هذا خلال 48 ساعة. بنا نشوف الإجراء وسرعة العمل، الإنسان اللي يدور الخدمة بغض النظر كانت طبية ولا كان غرض تبغي تشتري ولا شو ما كان، يعني صحيح اللي بيقدم لك الخدمة لابد أنه يعني يكون شفاف في متى يقدر يعطيك الخدمة هذه اللي أنت تبغيها. صحيح، ما يقول لك باكر عقب يومين عقب ثلاثة والله ما أعرف. نعم أستاذ محمد، يعطيكم العافية الصراحة على هذا أو هاي الجهود الجبارة الحقيقة اللي هدفها دائما هذا واجبنا. الله يطول في عمرك. الله يطول بعمرك أخوي محمد. شكرا لك الأستاذ محمد عيسى المهيري، مدير إدارة السياحة الصحية في قطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي. شاكر لكم الاستضافة مرة ثانية أستاذ عبد الله. الله يعطيك العافية، وإن شاء الله لقانا من عقب ما نتخلص من هذه الأزمة ونجلس وياك في الإذاعة وناخذ وياك لقاء ثاني إن شاء الله. نتشرف يا طويل العمر. الله يخليك. الله يبارك. شكرا جزيلا. الله يحفظك. شكرا شكرا. مستمعينا الفاضل، بناخذ وياكم فاصل من بعد حديثنا مع الأستاذ محمد المهيري عن الرأي الطبي الثاني. خلكم ويانا فاصل وراجعين، وعندنا فقرة التغذية اليوم تحت عنوان فوائد الزعتر الصحي. دائما نقول خلكم مع صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب بتواصلكم معنا مستمعينا الأفاضل على الرقم 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ مصطلحنا الطبي لهذا اليوم تحت عنوان ورم خبيث. يعتبر هو طبعا نمو سرطاني بحيث تنمو الخلايا بشكل سريع وخارج عن السيطرة. تختلف طبعا الأورام الخبيثة عن الحميدة بقدرتها على الانتقال والانتشار من العضو المصاب، أي من مكان منشأها، إلى أي عضو آخر في الجسم، وينتقل عن طريق الدم أو اللمف. فقرة التغذية اليوم تحت عنوان فوائد الزعتر الصحي. طبعا مثل ما تعرفون أن الزعتر أكيد له فوائد وله استخدامات أيضا كثيرة في الأكل، سواء الشرب أو استخدامه في الطبخ. بنتعرف أكثر عن فوائد الزعتر الصحي مع الأستاذة عفاف جمعة، أخصائية تغذية علاجية بهيئة الصحة بدبي. أستاذة عفاف صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم صحة وسعادة. صباحك صحة وسعادة أستاذ عفاف. بتكلمينا اليوم أكثر عن فوائد الزعتر، ومثل ما قلنا نحن الزعتر طبعا له طرق مختلفة وله أشكال مختلفة وله أيضا استخدامات مختلفة وله أيضا فوائد كثيرة، فحابين نعرف أكثر منك فوائد الزعتر. اليوم بنتكلم عن فوائد الزعتر التغذوية والصحية بعد، يعني من ناحيتين، بما أن هاي الفترة بتطرق لها شيء، بما أن هاي الفترة هي فترة امتحانات لطلاب المدارس والجامعات، فنحن أخصائيين التغذية ننصحهم بضرورة تناول الزعتر يوميا وخاصة على وجبة الريوق، لأن الزعتر وفوائد يعمل على تنشيط الذاكرة، بالإضافة أنه يزيد من قدرتهم على الفهم والاستيعاب، ونتمنى لهم النجاح والتوفيق. والزعتر له فوائد تغذوية عديدة وايد، وتعرف الزعتر طعمه ومذاقه وايد طيب، فهو مصدر جيد للحديد في أشخاص وايد عندهم، فيكونوا معرضين للإصابة بأمراض فقر الدم، فنحن ننصحهم باستخدام أوراق الزعتر في وجباتهم اليومية الثلاثة اللي هي وجبة الريوق والغداء والعشاء، ومثل ما أنت تطرقت في طرق وايد الحين نسوي الزعتر، وجبة الفطور نسوي الحين ويا الخمير، الزعتر أوراق الزعتر ويا الزيت والزيتون
وياكلونه ويا خبز الخمير بعد وجبة العشاء، أوراق الزعتر على السلطة بوجبة الغداء، يمكن إضافته على الشوربة، على الدياي، أطباق الدياي المختلفة اللي يسوونها ويطهونها. الزعتر له فوائد عديدة، يحتوي على مضادات الأكسدة، له يعتبر فاتح للشهية. عندنا وايد من الأمهات اللي يراجعون اللي يتكلمون إن عيالنا أبدا ما فاقدين للشهية، ما يتناولون أكلهم، ما عندهم شهية للطعام. ننصح الأمهات إنهم يقوموا بخلط الزعتر بالسمسم بالعسل وإعطاء معلقة من هالخليط يوميا اللي يخفف عندهم الشهية ويقوي مناعتهم للأطفال. صحيح. وإذا تطرقنا بعد لفائدة فوائد الزعتر الصحية من ناحية صحية، يعني تعرف نحن الحين الجو متقلب، في برودة بالجو، فالزعتر يساعد على علاج أمراض الجهاز التنفسي مثل عندنا السعال والربو والكحة، هاي أمراض الشتاء المصاحبة للجو البارد. فنحن دائما ننصحهم بشرب كوب دافئ من منقوع أوراق الزعتر لأنه يعتبر وايد مفيد ويساعد على كمضاد للاحتقان ويساعد قوي جهاز المناعة لديهم. والزعتر من أفضل الأعشاب المطهرة اللي يساعد على طرد الديدان المعوية، ويعتبر بعد منهم يستخدمون زيت الزعتر لأمراض الظهر، يستخدمونه لعلاجات وايد متعددة ومتنوعة. صحيح. طبعا أستاذ عفاف، أنت ذكرتي فوائد الزعتر وما قصرتي، يعني مجالات كثيرة وفوائد كثيرة، ونتمنى يعني أن يتم الاستفادة. يعني أنت ذكرتي طبعا لفئة طلبة المدارس أو الأطفال أو حتى الكبار في السن عن فوائد الزعتر. هل عندك شيء إضافي أستاذ عفاف؟ لا سلام، كل شيء. الله يسلمك. الأستاذة عفاف جمعة، أخصائية تغذية علاجية بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير. مستمعينا الأعزاء، من بعد فوائد الزعتر الصحي إلى فقرة صحة المرأة تحت عنوان الحمل خارج الرحم مع الدكتورة رشا محمد، أخصائية نساء وولادة بمستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة رشا. دكتورة رشا. أيوة، السلام عليكم. صباح الخير دكتورة. صباح النور والسرور. الله يحييك دكتورة. نحن اليوم نتشرف بوجودك معنا في برنامج صحة وسعادة، واليوم عندنا فقرة صحة المرأة تحت عنوان الحمل خارج الرحم. نتكلم دكتورة في هذا الموضوع، بداية نتعرف أو ممكن نتحدثين عن تعريف الحمل خارج الرحم. اولا انا بحب اشكر قناه نور دبي، بحب اشكر برنامج صحه وسعاده. الله يسلمك دكتوره. الفرصه دي ان احنا نتكلم عن صحه المراه عامه وعن موضوع الحمل خارج الرحم، لان هو موضوع مهم ومحتاج شرح ومحتاج تفاصيل، وموضوع وارد بيحصل بنسبه 1%، يعني كل 100 سيده بيحصل منها حمل. صحيح. هي سيدة منهم بيحصل لها حمل خارج الرحم. نعم. ودكتور أيضا يعني عفوا المقطع، يعني هو غير أنه يعني جانب يعني مرض عضوي إذا صح التعبير، أيضا تجربته، يعني هناك آلام ممكن أن تمر به المرأة من الجانب النفسي أيضا أكثر. طبعا طبعا. صحيح. طبعا. هو احنا مبدئين كده عشان نعرف الحمل خارج الرحم ده حمل غير طبيعي. صحيح. وحمل يمكن إتمامه، وعشان كده بيكون الهدف هو العلاج، هو التخلص من الحمل النفسي. ليه؟ لأن هو حمل في مكان سواء قناة فالوب أو أي مكان غير رحم، هو غير مؤهل لاستقبال الجنين وإتمام نمو 9 شهور. صحيح. وبالتالي بيكون خطر على حياة الأم لاحتمال حدوث انفجار في قناة فالوب نفسها، وساعتها ممكن يحصل لقدر الله نزيف داخلي. نعم. طيب احنا عشان نشرح الحمل خارج الرحم للناس كده لازم نعرف الاول ايه الحمل الطبيعي. صحيح. الحمل الطبيعي اللي لما الحيوان المنوي بيقابل البويضه ويلقحها ويتم الزرع في الجدار الداخلي للرحم
وده بنقول عليه ده حمل طبيعي. لكن الحمل خارج الرحم ان هو بيتم الزرع او الامبلانتيشن في خارج الرحم، يعني زي قناة حلول او عنق الرحم او مكان القيصرية السابقة او جوه جدار الرحم نفسه، جوه عضلة الرحم. فدي كلها اماكن مختلفة، بس ان اشهرهم طبعا اللي هو الحمل اللي في قناة حلول. ده مختصر كده التعريف للحمل خارج الرحم. نعم. طبعا دكتورة أكيد في أسباب، يعني أنت ذكرتي الفرق بين الحمل الطبيعي ويعني كيف يكون الحمل خارج الرحم. ما هي الأسباب دكتورة اللي تؤدي للحمل أن يكون يعني حمل خارج الرحم؟ هو طبعا في أسباب وفي عوامل مساعدة أو نحن بنقول عليها ريسك فاكتور، إن هي بتدي فرصة أكتر إنه يحصل حمل خارج الرحم. سبحان الله 30% بيبقى من غير أسباب، يعني ثلث تقريبا الحالات بيبقى ما فيش سبب معين. لكن لو السيدة حصل لها حمل خارج الرحم سابقا بتبقى عرضة أكتر إن هو يحصل حمل خارج الرحم تاني، أو تقدم عمر الأم نفسه أو صغر عمر الأم، يعني سبحان الله ال late maternal age أو ال small age ده بيخلي يدي فرصة إن يحصل حمل خارج الرحم. الأمراض المنقولة جنسيا أو نعم. الأمراض التهابات الحوض، تعدد العلاقات الجنسية أو التدخين نفسه، كل ده بيدي فرصة أو يدي risk factors عامل مساعدة إنه يحصل حمل خارج الرحم. نعم. شيء كمان مهم، الجراحات المتكررة مما يؤدي لحدوث الالتصاقات داخل البطن، أو الإندومتريوزيس لو حد سمع عنها، بطانة انتباه بطانة الرحم المهاجرة، ده بيساعد إنه يحصل التصاقات داخل البطن، ودي طبعا من أحد الأسباب أو أحد العوامل المساعدة إنه يحصل حمل خارج الرحم. وإحنا عندنا هنا في مستشفى لطيفة عيادة، مستشفى لطيفة هيئة صحة دبي، نعم، عيادة خاصة للإندومتريوزيس وعلاج الألم، متخصصة في الموضوع ده، وده ممكن نبقى نتكلم عليه لاحقا. من أحد كمان العوامل المساعدة الحقن المجهري، وطبعا دلوقتي زي ما تعرفين زيادة الحقن المجهري أو الـ IVF زي ما بنقول عليه، ده أدى إن زيادة الحملة خارج الرحم. لو حصل حملة على وجود لولب أو لوب، ده برضو بيزود فرصة إن يحصل حملة خارج الرحم. نعم. فدي كلها عوامل مساعدة. نعم دكتورة أنت نعم تفضلي. 30% بيبقى من غير سبب معين يعني. صحيح. دكتورة أنت تفضلتي بأن يعني ممكن أن يكون الحمل خارج الرحم طبعا في جميع الأحوال ما بيكتمل يعني كحمل طبيعي، أكيد يعني لابد أنه يعني يتم علاجه والانتهاء منه. فهل الأعراض دكتورة ممكن أن تكون واضحة، ومتى ممكن تكون هاي الأعراض واضحة؟ هل المرأة ممكن تتنبأ لهاي الأعراض من أول أسابيع؟ لأن أنت ذكرتي أثناء الحديث أن إذا ما تم الأخذ بالاعتبار بالموضوع أو الذهاب إلى المستشفى للتخلص من هذا الحمل، ممكن أن يكون في نوع من المشاكل أو الانفجار في القناة ولا أي شيء آخر. بالضبط كده. هو طبعا أحيانا كثيرا الأعراض ما بتكونش واضحة قوي أو بتكون أعراض طفيفة، نعم، خصوصا لو السيدة نفسها دور عندها مش منتظمة لسبب أو لآخر. لكن من هنقول من الأعراض لو في إفرازات بني أو دم خفيف في بداية الحمل، أو لو في ألم أسفل البطن أو في طرف الكتف، دي بتبقى علامات بتدلنا إن الحمل مش طبيعي ويجب استشارة الطبيب. هي دي أكتر. لكن أحيانا سبحان الله ما بيبقاش أعراض باينة وبنكتشفها وإحنا بنعمل أشعة سونار أو بنعمل تحاليل. صحيح. دكتورة نحن طبعا تكلمتي أنت في موضوع ما هو الحمل خارج الرحم والحمل الطبيعي، وتعرفنا على أيضا الأسباب والأعراض. حابين دكتورة نتكلم عن العلاج، ما هو علاج في حال إذا تم حمل خارج الرحم؟ هو العلاج الأول لازم الأول نشخص
ان في حمله خارج الرحم. فده بيتم عن طريق اولا الاعراض تبعت المريضه والفحص الكلينيكي ليها ونعراض تاخير الدوره او لو عندها الم او كده، زائد السونار المهبلي، وده تقريبا موجود في كل العيادات، موجود في الطوارئ، مستشفى لطيفة ومعظم المستشفيات فيها سونار مهبلي، ده بيشخص 80% تقريبا من الحالات، زائد تحليل هرمون الحمل المتتابع، يعني بنعمل تحليل الحمل ونعيده بعد 48 ساعة، بنشوف بيزيد بكمية معينة، الطبيب بيبقى عارف، الطبيبة بتبقى عارفة، بيزيد بكمية معينة أو ده ساعتها بيبقى حمل طبيعي، أو لا قدر الله مش بيزيد ساعتها بنشك إن هو ده ممكن يكون في احتمال حمل خارج الرحم، وساعتها بنتجه إن إحنا للتشخيص زي ما قلنا إن إحنا نعيد الهرمون تاني أو نعيد السونار تاني بعد فترة. ده المبدئين التشخيص. صحيح. للعلاج إحنا عندنا كذا وسيلة للعلاج، منهم الحاجة اسمها العلاج التحفظي، ده بيتم في نسبة أقل من 10%، اللي هو احنا بنقارن نشوف اعراض المريضه، ده في حالات معينه طبعا مش كل الحالات، حالات معينه المريضه ما عندهاش اعراض، ما عندهاش الم، في وجود وسيله نقل دايمه بين المستشفى والمريضه، يعني تكون المريضه ساكنه قريب عن المستشفى، يكون وده الحمد لله طبعا متوفر في الامارات، يكون التحليل الهرمون بيقل، ده ساعتها ممكن نلجأ للعلاج التحفظي. في طبعا العلاج الطبي اللي هو الإبر الميثوتريكسيت، ده نوع من أنواع الكيماوي بيتاخد بجرعة معينة على حسب طول ووزن المريضة، يعني مش بيعمل أعراض الكيماوي زي سقوط الشعر لا، ده بيتاخد بجرعة معينة ما بيأثرش على المريضة إلا فيما نظر وأشياء معينة جدا، والطبيب بيشرح لها كل اللي ممكن يحصل لو ما فيش ألم، لو الهرمون قليل، لو هرمون الحمل أقل من 3.5 أو لو الحمل نفسه صغير، الحمل نفسه أقل من 3.5 سم، ده طبعا مع التأكيد على المريضة إن هو احتمال إن نحتاج جرعة تانية من الإبرة أو الجراحة. طبعا الجراحة ده الحمد لله إحنا في مستشفى لطيفة هيئة صحة دبي عندنا قسم مناظير نسائية متخصص شغال 24 ساعة 24/7 للمناظير النسائية، فلو المريضة احتاجت جراحة غالبا بنعملها بالمنظار، جراحة منظار نسائي بتبقى نقول عليها كي هول سيرجري، بتبقى خدشة بسيطة في السرة وفي حوالين البطن ثلاثة خدشات، نعم. وبنسوي المنظار بكل أريحية، عندنا قسم متخصص، وغالبا المريضة بتطلع ثاني يوم في صحة وعافية. لا قدر الله، لا قدر الله لو المريضة حالتها نزيف داخلي كتير أو حالتها لا تحتمل المنظار، ساعتها بنضطر نفتح نعمل جراحة تقليدية اللي، لكن طبعا يعني احنا غالبا بنعملهم كل الحالات بالمنظار حاليا for the last 5 years يعني. صحيح. وطبعا اكيد دكتورة يعني في ما شاء الله مستشفى لطيفة بهيئة صحة بدبي هناك علاجات متطورة الحقيقة وعلاجات مختلفة لهذه الحالات، وايضا الجميل في الموضوع الدكتورة رشا بان عندكم عيادات متخصصة لهذه الحالات اللي ممكن يكون فيها أعراض، سواء يعني الحمل خارج الرحم أو اللي عندهم مشاكل في الحمل، طبعا عندكم عيادات متخصصة، ومن خلال العيادات هاي يتم يعني عمل برنامج دوري وروتيني لهذه الفئة من النساء على أساس أنه ما تستوي عندهم مضاعفات أثناء فترة الحمل. أيوة بالضبط كده، احنا الحمد لله عندنا عيادات متخصصة، زائد أن أحيانا الجراحات في مستشفى تانية بيبقى مع يعني غير متوفر المنظار، لكن أنا بحب أكد إن إحنا في مستشفى لطيفة عندنا المناظير متوفرة 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، وطبعا ده الحمد لله بفضل القيادات الرشيدة وبفضل صحيح المجهود المبذول في المكان.
يعني إذا وصلت المرأة للقسم الطوارئ في المستشفى، يعني مثل ما ذكرتي دكتورة أن جميع الخدمات اللي تحتاجها سواء خدمات علاجية، خدمات أشعة، مناظير متوفرة 24 ساعة. كل شيء متوفر 24 ساعة الحمد لله. يعطيك العافية دكتورة، طبعا ما قصرتي، تحدثتي معنا اليوم، عطيتي معلومات مهمة جدا الحقيقة لمستمعينا الأفاضل عن الحمل خارج الرحم، أسبابه، كيف يتم الوقاية منه، وكيف طرق علاجه. دكتورة في خلال يمكن دقيقتين لو تحبين تعطينا أي نصائح لمستمعينا الأفاضل حول هذا الموضوع. أنا أحب أقول لكل السيدات وكل البنات، أي مريضة عندها أي أعراض ألم، أعراض حمل غير متوقعة إنها يكون في حمل، أو غير على علم في حمل، لا تلجأ لاستشارة الطبيب المتخصص. الإمكانيات الحمد لله موجودة، كل التحاليل، كل الأشعاعات، كل شيء متوفر، ما فيش أي مشكلة الحمد لله، والإمارات ما شاء الله موفرة كل الإمكانيات للمستشفيات. فالجائي لاستشارة طبيبة، الجائي اعملي تحليل بدري، اعملي أشعة بدري، خصوصا لا قدر لو في حمل خارج الرحم سابقا بتبقى عرضة أكتر أن يكون في ريكارنس، يعني يحصل تاني بنسبة 7-10%. فأول ما يحصل يكون المريض عندها حمل خارج الرحم سابقا، يستحسن أنها تعرف أنها حامل، تعمل سونار تطمن أن الحمل في مكانه الصحيح، وربنا يوفق الجميع إن شاء الله. الله يبارك فيك دكتورة رشا محمد، أخصائية نساء وولادة في مستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي. شكرا لك دكتورة رشا، والحقيقة شكرا لخدماتكم المميزة اللي تقدمونها في مستشفى لطيفة بدبي، وشكرا أيضا لفريق عملك المبدع. شكرا لك. شكرا. شكرا دكتورة. مستمعينا الأفاضل، قبل لا نأخذ أو قبل لا ننهي فقرتنا لهذا اليوم، خلنا نأخذ هذا الخبر على السريع اللي هو يقول 4 طرق للاستيقاظ جيدا دون الحاجة إلى القهوة. فكثير من الأوقات نحن نتوقع بأن في حالة إذا يعني الواحد استيقظ من النوم يحس عمره بكسل أو غير نشيط يلجأ إلى القهوة، ولكن هناك دراسة تقول بأن في أكثر من طرق ممكن أن أنت تستيقظ من النوم جيدا دون اللجوء إلى القهوة. أول شيء طبعا شرب الماء، يفقد الجسم كمية من السوائل أثناء الليل، فشرب الماء مهم جدا بعد الاستيقاظ. تناول الأطعمة الصحية، دائما يوصي المختصون بأن التغذية الصحية ضرورة للتركيز بعد الاستيقاظ على الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية المتكاملة. رقم 3 ممارسة الرياضة بشكل دائم، وآخر شيء القيلولة أثناء ساعات النهار. ومن هذا الخبر وصلنا مستمعينا الأفاضل إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم، ونتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم مادة علمية ومعلومات طبية مفيدة. هذا هو دائما مستمعينا الأفاضل نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل معي اليوم، فريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي، وشكر خاص لي في التنسيق والمتابعة للأخت إسراء الهاشمي، ودائما مخرجنا المتألق الأستاذ نمر محمد، كل الشكر والتقدير. وتقبلوا تحياتنا عبد الله جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.